ماشي، هنعرف نفسك عشان بس في المنتج يشتغلوا عليه هم عندنا هناك، ونكمل بعد كده اسئلتنا. السيد بسيوني، عضو مجلس اداره جمعيه مستثمرين العاشر من رمضان. اهلا بيك. حكون حابين نعرف انطباعك عن المؤتمر اللي في نسخته السابعه، وحضرتك انت من المشاركين معنا مستمرين في المؤتمر، وشفت الجلسات السابقه او المؤتمرات السابقه، شايف السنه دي شكلها ايه في المؤتمر السابع؟ هو على مدى السنوات الماضيه احنا اشتركنا كمجموعه شركات في هذا المؤتمر، وبنعتبر ان هذا منتدى اقتصادي هايل بيتنفس فيه معظم رجال الاعمال والمستثمرين، وبيحصل تنسيق بين رجال الاعمال ورجال الاقتصاد والحكومه بكل مشاكل التي تعنيها الصناعه والمعوقات للساده المستثمرين. وفي نفس الوقت احنا على مدى يمكن السبع سنوات اللي مضت في حاجات كتير جدا، مؤتمر الاقتصادي الاخبار اليوم، دولة رئيس فخامة الرئيس، الحكومة والوزراء، في حاجات احنا على الطريق بطريقة جيدة، وبنأمل إن شاء الله أن يستمر هذا المنتدى الاقتصادي وهذا المؤتمر لسنوات قادمة، لأن هو مرة في السنة لمدة يومين فعلا كل ما هو بس كان بيبقى فيه في جلسات قطعية وفي جلسات عامة في الآخر بتؤدي إلى الصالح العام لمصر. فيما يتعلق بجمعيه العاشر او مستثمري العاشر، هل في تحديات بتواجههم في ظل كورونا الفتره اللي فاتت، وازاي كجمعيه اتغلبتوا عليها، او ابرز المشاكل اللي واجهتكم في الفتره اللي فاتت؟ اكيد اكيد جائحه كورونا اثرت على صناعات كتير في جمعيه المستثمرين او على مستوى الصناعات المصريه، ولكن بتوفيق من ربنا قدر الاقتصاد المصري يمر بيها. في بعض الصناعات اتأثرت سواء بالعمالة، سواء بعدم توفر بعض مستلزمات الإنتاج اللي هي بتيجي من بعض الدول اللي كانت مغلقة، توابع إغلاق بعض الدول الخارجية في إرسال وخطوط الملاحية بها المصرية. ما تأثرناش كتير قوي في مصر، الحكومة بصراحة خدت حزمة إجراءات جيدة جدا، سواء كانت خاصة بالكهرباء، خاصة بالغاز، خاصة بالعمالة، خاصة بالتأمين الصحي، خاصة بالمعاملات البنكية، البنك المركزي، الفوائد والقروض والتمويل، كل هذه الأشياء كانت حزمة إجراءات جيدة خففت العبء الشديد على بعض المصنعين والمستثمرين. جدا جدا يا استاذ سعيد، شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.